النهاردة يا مايكل عايز أتكلم عن شخصية جميلة قوي وكان ليها دور رائع، شخص كان ليه دور أكتر من رائع في تاريخ المسيحية، قديس كان لقبه كاتب سير الشهداء. النهاردة هكلمكم شوية عن القديس يوليوس الأقفاصي. يوليوس الأقفاصي الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاده يوم 22 توت. اتولد يوليوس الأقفاصي في قرية اسمها أقفاص، دي تابعة لمركز اسمه الفاشن في بني سويف. بعد ما كبر شوية نقل محل إقامته، راح عاش في اسكندرية، وهو كان شوية غني، معاه فلوس وكان شغال في مركز كويس جدا، وهو عاصر فترة الاضطهاد الضخمة جدا والاضطهاد الصعب قوي أيام دقلديانوس، وكان معاه بيساعده حوالي 300 غلام أو 300 شاب يا مايكل، كان بيبعتهم في كل المحافظات والقرى علشان يسجلوا سير الشهداء ويبعتوا له تقارير أول بأول، وكان يخليهم يكتبوا السير دي ويعملوا منها كمان نسخ عشان يوزعوها ويحتفظ بيها كوثائق ومهمة جدا لتاريخ استشهاد الناس دي، وثائق مهمة بتؤرخ قد إيه المسيحية يعني عانت أيام الاضطهاد، وقد إيه كان الناس إيمانها قوي وبتقبل الاستشهاد بصدر رحب جدا. عايز اقول لك انه ال 300 دول كتبوا سير قديسين جد كتيره جدا، انما هو الى جانب كتابه سير القديسين كان بيهتم جدا بتكفين اجسادهم وتكريمها وانه يكفن الجسد ويدفنه. في لحظه فارقه في حياته جدا، كانت لحظه مفصليه في حياته، ظهر له المسيح وقال له يعني امره انه يروح سمنود ويقابل الوالي كان اسمه اركاديوس. كان في الفتره دي سمنود بتعاني كم من الاضطهاد غير عادي للمسيحيين، كنائس بتهدم ومسيحيين بيتقتلوا كتير، فراح وواجه هناك اركاديوس وواجهه واعترف بايمانه بالمسيح. مش بس كده، ده دعاه كمان الى الايمان بالسيد المسيح. أركاديوس عذبه كتير جدا، عذاب ممكن يعني يؤدي إلى الموت، ومع ذلك كان ربنا بيشفيه، لحد ما حصلت معجزة قصاد أركاديوس إن حوالي 70 صنم من الأصنام اللي كان بيعبدوها في الفترة دي وقعوا، الأرض انشقت و70 صنم نزلوا جوه الأرض ومعاهم 40 واحد من اللي بيخدموا الأصنام دي، كهنة المعابد الوثنية بتاعتهم. ده كانت معجزة كافية جدا إن أركاديوس يؤمن بالمسيح ويدخل المسيحية ويعتمد. مش بس كده، ده راح واخد بعضه مع القديس يوليوس وراح واخدين بعضهم وراحين لوالي أتريب. كان والي صعب قوي برضه هناك، والي أتريب عذبهم وبرضه حصلت معجزات شفاء ليهم، وحصل كان في احتفال كده ناوي يعمله والي أتريب، كان في مناسبه في وقت ما راحوا، فكان في احتفال هيتعمل في معابد الاوثان بتاعتهم، فحصل ان رؤوس كل التماثيل اللي موجوده في المعبد ده اتكسرت واتطمست في الطين والتمر، فكانت النتيجه ان والي أتريب هو كمان آمن بالمسيح، وأشار لي يوليوس الأقفاصي إنهم ياخدوا بعضهم هم الثلاثة، أركاديوس والقديس يوليوس الأقفاصي ووالي أتريب، ويروحوا لوالي طو دي اللي هي تعتبر زي طنطا دلوقتي. للأسف والي طو كان حد صعب قوي، ملحقش يسمع ولا يتكلم، وراح أمر قطع رؤوسهم كلهم، استشهدوا كلهم، نالوا إكليل الشهادة هو طبعا والاثنين ولا اللي معاه،
وعدد كبير حوالي 1500 شخص عبيد يوليوس القسطاسي أو المساعدين بتوعه، وكان معهم كمان ولاده، اثنين من ولاده اللي هم تادروس ويونياس. وكتب لي إكليل الشهادة بعد تاريخ حافل جميل جدا ودور رائع قام بي إنه يؤرخ ويوثق سير الشهداء والقديسين اللي استشهدوا في عصور الاضطهاد اللي هو عاصرها طول حياته. دي كانت قصة يوليوس الأقفاص. إيه رأيك؟ جميلة، حلوة خالص. طبعا عهد صعب قوي طبعا، يعني يمكن عهد الشهداء والوقت ده كان صعب على ناس كتير، بس شفنا شجاعة وشفنا إيمان وشفنا ثقة وشفنا ناس وهم رايحين صغيرين وكبار، يعني يمكن بمختلف الأعمار، يمكن كمانهم كمان أبانوب النهيسي اللي هو كان 12 سنة. الحقيقة العهد ده والوقت ده مش قادرين نفهمه ونتخيله، بس قد إيه هو عظيم جدا. كانش فارق مع الناس يموتوا، فارق معاهم إن هم ما يفقدوش إيمانهم وثقتهم إن ربنا وإن حياتهم الأبدية أهم من حياتهم على الأرض. يقال يا مايكل إنه لما راحوا عند والده هم اللي طلبوا إنهم يستشهدوا، يعني ما استنوش، هم اللي طلبوا الشهادة. في قوة جميلة. هو كان يعني من اللي شافوا من مع كتير من الشهداء، كان أصبحت عنده أمنية إنه ينال هو كمان، أو شهوة إنه ينال هو كمان إكليل الشهادة.